السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباحي. في هذا الفيديو سنقدم لكم طريقة شراء العملات الرقمية بعملتك المحلية، وطريقة بيع العملات الرقمية وتحويل العملات الرقمية إلى عملتك المحلية واستلام أموالك من خلال طرق دفع في دولتك. في فيديو سابق شرحنا لكم كيفية الإيداع والسحب في منصة الباينانس، كذلك شرحنا لكم طريقة التسجيل في منصة الباينانس. سأترك لكم جميع الشروحات أسفل الفيديو، وسأترك لكم كذلك قائمة تشغيل خاصة بمنصة الباينانس، ستجد جميع الشروحات والفيديوهات الخاصة بهذه المنصة. وكما قلنا، هذا الفيديو سنشرح فيه كيفية شراء العملات الرقمية بعملتك المحلية، وكيفية تحويل العملات الرقمية إلى عملتك المحلية واستقبال أموالك والحصول على أموالك كاش. سنستخدم خاصية P2P أو التداول من شخص لشخص. هذه الخاصية تمكنك بسهولة من شراء العملات الرقمية بعملتك المحلية، وكذلك بيع العملات الرقمية والحصول على أموالك في عدة طرق في بلدك. بعد الدخول إلى منصة الباينانس تضغط على تداول، من ثم شخص لشخص. دائما من الأفضل أن تختار في العملة USDT، وهي يعني عبارة عن الدولار، هي عملة إلكترونية يعني ثمنها يعادل الدولار. ثم ستختار من هنا الشراء، من ثم هنا تختار USDT. بعد ذلك يمكنك إدخال المبلغ يعني الذي تريد إنفاقه بعملتك المحلية، مثلا هنا TND الدينار التونسي. يمكنك مثلا وضع 100 TND أو 200 TND، يعني المبلغ الذي تريد شراء به USDT. طبعا قبل الشراء يمكنك الدخول إلى جوجل وكتابة عملتك وما يعادلها بالدولار، مثلا TND to USD. مثلا هنا لو نكتب 200 دينار تعادل 64 دولار. المهم هنا تضع المبلغ، هنا تختار العملة طبعا حسب بلادك. يمكنك مثلا هنا كتابة كما تلاحظون EGP، ستظهر لنا عملة الجنيه المصري. جميع الدول تقريبا تختار عملة بلدك. هنا تختار طريقة الدفع. كما تلاحظون هنا مثلا في تونس تجد ديبوست باي، تجد تحويل مصري، في تحويل مع بنك محدد. الشخص الذي ستشتري منه يعني سيعطيك رقم حسابه البنكي، تقوم بإرسال الأموال. كذلك وستر يونيون، التجاري بنك، كاش أب، RTM، ويعني مجموعة من البنوك وبنك وايز. إذا كنت تريد الشراء باستخدام DDSAT وهي أسهل طريقة، تختار بوست باي. وكم تلاحظون هنا ستشتري الواحد USDT أو 1 دولار ب3.31 دينار تونسي. إذا دخلنا مرة أخرى يعني إلى جوجل، كتبنا هنا TND to USD، في الدولار سنضع 1 دولار، ويعني ما يعادلها بالدينار التونسي 3.12، سيربح بعض الأموال. المهم دائما تختار أكثر شخص لديه عمليات مكتملة، مثلا هذا البائع لديه 100% من العمليات المكتملة، يعني يمكنك الشراء منه. كلما نزلت للأسفل ستجد بأسعار أغلى، وهنا تجد المبلغ. يمكنك شراء حتى 337 دينار تونسي، يعني الحد الذي يمكنك شراءه، والمبلغ الذي هو متاح فقط يعني 100 USDT. مثلا نفترض أننا سنختار هذا البائع، ستضغط على شراء USDT الموجودة هنا. السعر كما تلاحظون أمامكم، حد وقت الدفع 15 دقيقة، وهذا المبلغ المتاح، وطريقة الدفع كما قلنا وهي بوست باي يعني DDSAT. طبعا هنا تضع المبلغ، مثلا سأقوم بالشراء ب200 دينار وستحصل على هذا المبلغ. طبعا البائع سيحصل على مبلغ صغير كما قلت لكم، إذا كتبنا في جوجل مثلا هنا 200 دينار يعادلها 64 دولار، يعني هنا إذا عدنا سيحصل البائع على 4 دولار أو 3 دولار. المهم مباشرة تضغط على شراء USDT، بعد ذلك سيطلب منك أن ترسل له الأموال، سيعطيك يعني رقمه على DDSAT، سترسل له الأموال. بعدما ترسل له الأموال تنتظر قليلا وستصلك الأموال الخاصة بك إلى حسابك على منصة الباينانس. انتظر حتى تصلك الأموال الخاصة بك، من ثم قم بإكمال العملية. طبعا إذا كانت هناك مشكلة يمكنك التواصل مع باينانس وسيتم حل المشكلة. كذلك يمكنك العودة إلى هذا الفيديو، شرحنا فيه كيفية شراء العملات الرقمية باستخدام تطبيق DDSAT في تونس. هذا بالنسبة إلى عملية الشراء. طبعا بعد الشراء ستدخل إلى المحفظة، نظرة عامة على المحفظة، ستجد المبلغ في تمويل
قد تضغط هنا على تحويل وتقوم بإرساله إلى الفور والعملات المحلية. هذا بالنسبة إلى طريقة شراء العملات الرقمية. طبعا يمكنك في أي بلد في العالم شراء العملات الرقمية، المهم أن تختار شخص موثوق. لا تقوم بإكمال العملية إلا بعدما تصلك الأموال في حسابك على منصة الباينس. نأتي الآن إلى طريقة بيع العملات الرقمية في حسابك والحصول على أموالك كاش. من الأفضل أن تقوم بتحويل جميع العملات الرقمية التي لديك في منصة الباينس إلى عملة USDT قبل البيع. إذا ضغطت هنا على الفور والعملات المحلية BNB أو الباينس كوين، يعني عملة الباينس، لدي 45 دولار، البيتكوين 14 دولار، وهذه العملة تشيس 14 دولار، USDT وإلى آخره من العملات الأخرى. طبعا من الأفضل كما قلت لكم أن تقوم بتحويل جميع العملات التي لديك إلى USDT. دائما من الأفضل عند الشراء أو البيع أن تتعامل بالـ USDT. كيف ستقوم بذلك؟ ستضغط على تداول Binance Convert، أسهل طريقة للتداول. تختار العملة مثلا BNB، وهنا طبعا تختار USDT، تضع المبلغ، أو يمكنكم مباشرة الضغط على التحويل وسيقوم بتحويل يعني المبلغ كامل من BNB إلى USDT، أو تضع المبلغ وتضغط هنا سيظهر لك الرصيد يعني USDT أو بالدولار وتضغط على أدخل المبلغ. طبعا هذه الطريقة الأولى حسب سعر السوق، يعني سعر العملة الرقمية الآن. مثلا إذا دخلنا إلى كوان ماركت كاب كم تلاحظون هنا BNB، واحد BNB يساوي 308.54 دولار. كذلك توجد طريقة ثانية في التحويل وهي الحد، يعني أنت تضع المبلغ، تحويل من BNB إلى USDT، تضع هنا المبلغ وهنا تضع الآن، يعني هذا سعر تحويل العملة يساوي 308 دولار، هذا سعر السوق الآن. أنت يمكنك وضع السعر الذي تريده، يعني عندما يصل إلى السعر الذي وضعته سيقوم يعني بالتحويل. هذا بالنسبة لطريقة التحويل بين العملات الرقمية قبل عملية البيع. بعد التحويل تضغط مرة أخرى على تداول، من ثم شخص لشخص. الآن أنت تريد بيع العملات الرقمية الخاصة بك وتحويل العملات الرقمية إلى عملتك المحلية. طبعا ستضغط على بيع، هنا تختار العملة TND أو عملة بلدك، جميع طرق الدفع، كيف تريد الحصول على أموالك، إما التحويل المصرفي. دائما من الأفضل يعني في تونس اختيار بوست باي. بنفس الطريقة دائما تختار الشخص الذي لديه عمليات مكتملة أكثر، وهذا السعر كما تلاحظون سعر البيع الواحد USDT مقابل 3.27 دينار تونسي. كما تلاحظون يعني المبلغ المتاح لديه 116 USDT، يعني يمكنك كذلك يعني اختيار أي شخص آخر أو أي بائع آخر. كما تلاحظون مثلا هذا لديه عمليات مكتملة أكثر 89، وكلما نزلت إلى الأسفل يعني ستجد السعر أرخص عندما تريد يعني البيع تبيع بالسعر الأعلى لتحصل على أرباح أكثر، عكس الشراء. الشراء دائما من الأفضل يعني الشراء بسعر أرخص، وهو يعني في عملية الشراء يعطيك دائما السعر الأرخص بطريقة منظمة، وفي البيع يعني يعطيك السعر الأغلى. إذا وجدت هذه العلامة يعني هذا الشخص يعني تاجر معتمد. المهم ستضغط على بيع USDT، تضع المبلغ مثلا تريد بيع 100 USDT، ستحصل على هذا المبلغ وهو 327 دينار. إذا دخلنا مثلا إلى جوجل كتبنا USD to TND، فنكتب هنا 100 312، يعني ستحصل على مبلغ جيد أعلى حتى من المبلغ الموجود في السوق. كذلك يعني في عملية الشراء طبعا ستشتري أكثر من المبلغ العادي. بعد ذلك ستضغط على بيع USDT، ترسل له الرقم الخاص بك على DDSet أو أي طريقة دفع اخترتها. طبعا يمكنك مراسلة البائع أو الطرف المقابل أثناء العملية، من ثم سيرسل لك الأموال الخاصة بك. بعد ذلك تقوم بإكمال العملية، لا تقوم بإكمال العملية إلا بعدما تصلك الأموال الخاصة بك. بعد ذلك طبعا إذا تمت العملية بنجاح يمكنك تقييم البائع. طبعا نسيت أمر مهم جدا، قبل أن تقوم ببيع العملات الرقمية الخاصة بك يجب عليك أن تقوم بتحويلها من الفور إلى التمويل، أو يمكن يعني أن تظهر لك يعني من هنا يمكنك إتمام العملية. المهم أنت دائما قبل عملية البيع تدخل إلى المحفظة، نظرة عامة على المحفظة، طبعا تقوم بالتحويل من محفظة الفور إلى التمويل. هذا عندما تريد البيع، وعندما تشتري ستجد العملات الرقمية الخاصة بك في تمويل، تقوم بتحويلها إلى الفور والعملات المحلية وهي المحفظة الأساسية الخاصة بك.
هذه هي بكل بساطة طريقة شراء العملات الرقمية بعملتك المحلية وبطرق دفع موجودة في بلدك، كذلك طريقة بيع العملات الرقمية والحصول على أموالك كاش بطرق دفع موجودة في بلدك من خلال خاصية البي تو بي أو التداول من شخص لشخص على منصة الباينس. رابط التسجيل في منصة الباينس في صندوق الوصف، كذلك رابط شرح كيفية إنشاء حساب باستخدام الهاتف في صندوق الوصف، كذلك رابط شرح كيفية إيداع والسحب من منصة الباينس، كذلك كيفية التحويل بين المحافظ الموجودة هنا. وإن شاء الله في فيديوهات قادمة سنشرح لكم طريقة الحصول على بطاقة فيزا من منصة الباينس، كذلك سنشرح جميع مزايا منصة الباينس، كيفية التداول وجميع الخصائص الخاصة بهذه المنصة الرائعة. المهم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو. إذا واجهتك مشكلة طبعا يمكنك ترك تعليق أو التواصل معنا خلال مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في صندوق الوصف، وشكرا على المشاهدة.